الامساك ياثر على عضلاتي؟ اكيد نعم ياثر على عضلاتك. زين ليش وشلون وشنو السبب وشلون اتخلص من هاي الحاله اللي تصير عندي؟ بالبدايه لازم نعرف الاكل مالتنا اللي ناكله راح ينزل للمعده، المعده راح تضخ الحوامض مالتها، وبعدين راح ينزل للامعاء، الامعاء هنا راح تاخذ خلاصه الاكل وتوزعه على الجسم، بعدين هذا الاكل راح يروح الى القولون. انت هنا راح يصير عندك امساك بالقولون. ليش؟ ماكو ليونه بالاكل مالتك وتجيب وتشرب مي. شرب المي ياثر جدا، ليش؟ لانه يطرح البوتاسيوم، وهاي العمليه محتاجه الى بوتاسيوم حتى يظل عندك ساري المفعول ويمشي ومتعجن بصوره سهله، لانه انت هنا ما تقدر تتحكم بيها، لانه هذا الجهاز عباره عن جهاز لا ودي، يشتغل من بحده، بس انت عليك انه تنطيه حتى يشتغل زين. زين انت هنا من شربت مي بكميات عاليه طرحت البوتاسيوم، يعني لازم تاخذ بوتاسيوم. زين احنا من البدايه الاكل اللي ناكله نفوت بيه الياف، كل هذا الحكي مالتنا عن الالياف، لازم تاكل الياف اذا كنت انسان عادي، يعني ما تلعب حديد، واذا كنت تلعب حديد. لاعب كمال الاجسام يخاف يفوت سعرات حراريه عاليه، يفوت سكريات، اذا الالياف راح تاخذها من الخضروات. تقدر تاخذ خضروات، تقدر تاخذ ديتوكس، تقدر تاخذ فيجيتيريان او فيجيتابل حسب الدوله اللي انت بيها، يعني بودره او حبوب. بالنسبه للانسان العادي او اللاعب الحديد الغير متزن يقدر يفوت فواكه، الفواكه غنيه بالالياف وبها همينه نسبه من السكريات راح تسهل هاي العمليه عندك. وبالتالي هنا نستفاد من هاي العمليه كلها انه احنا ما طرحنا بوتاسيوم زايد، لانه ما شربنا مي كلش هوايه، ما طرحنا بوتاسيوم زايد، هنا اكلنا خضروات، نفس الحاله الجسم جدا راح يستفاد من عندها، الياف غنيه وراح تنظف الدم مالتنا وراح ترجع الدوزان مال الاكل مالتنا على نفس طبيعته، لان نفس ما قلت لكم هذا الجهاز لا ودي، احنا ما نقدر نسوي له اي شيء، المفروض علينا ننطيه حسب ما هو يريد حتى يعطينا حسب ما احنا نريد. شرح بسيط ومختصر جدا ومتوفر بالصيدليات، متوفر عندك بمحلات البقالة، تقدر تاخذ من عندهم. ودائما انا اقول لك صحصح وياي، خليني دائما افيدك. اذا عجبك الفيديو يا ريت تسوي له مشاركة وتسوي له تعليق وتدوس لايك. تحياتي لكم.